هلو صعب جايز، طعنا اليوم راح يكون عن لعبة ماينكرافت. راح يكون ماب ذا دروب، انه ماب الطيحات كما يقولون. سو ليتس بيجنين، خلونا نبدأ. سو عندنا مراحل كثيرة، عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، عندنا 10 اجزاء. سو اذا اردتم راح نقسم كل جزء، راح نلعب 3 اجزاء، 3 مابات. هذا اول والثاني والثالث. والجزء الثاني راح نلعب هذا وهذا وهذا، الثالث راح نلعب هذا وهذا وهذا، والأخير راح نلعب هذا. سو لا تنسوا تدعمونا باللايك والسبسكرايب، ومشاهدة ممتعة. يا خلونا نبدأ. سو يقول ليفل يعني المستوى الأول، يعني very easy. very easy يعني سهل، مرة سهل. خلونا نبدأ، سوف أرجع لكم عندما أنتهي. ايوه جبناها يا شباب، ايوه شباب جبناها، رجعنا لك بعد 11 موتة. سو خلينا ننتقل للليفل الثاني يا صاحبي. اذا انت مستمتع لا تنسى اللايك يا صاحبي، خلونا نوصل 10 لايكات. سو ليتس بيجن تو ذا ليفل 2. يقول لك فيري ايزي. سوف نعود اليكم بعد قليل. المحاولة الثانية جبتها. سو المرحلة الثالثة قد انفتحت. سوف نخلص هذه المرحلة وسوف نقف في المقطع. المقطع الجاي راح يكون الرابع والخامس والسادس. سو let's start with level 3. يقول لي easy يعني أسهل من اللي فات، يعني أصعب من اللي فات، مش سهل. سوف نرجع إليكم. لقد تممنا المهمة ب21 قتلة، يعني 4 قتلات 5 قتلات، والله لا أعلم. سو لقد أنجزنا المهمة الثالثة. alright guys، so إذا تبغون المقطع الثاني لازم نوصل 10 لايكات في أقرب وقت. حين ما نوصل 10 لايكات ينزل لكم المقطع الثاني السريع. سو لا تنسوا تضغط لايك والاشتراك اذا ما كنت مشترك. الى اللقاء في مقطع اخر، مع السلامة.